وجهه ومثل الطفل يصير. من شفت عيونك حسيت هذا الكون كبير. طيب الله وقاتكم بالخير والمحبة، وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج جولة مراسل. جولتنا لهذا اليوم راح تأخذ في غمار بحر الراب وهذه الأغاني والتي دخلت جديدة على المجتمع العراقي. معنا أيضا ضيفنا هو مطرب شاب اختص بهذا المجال، وربما يعني بعض الآراء من الأصدقاء اللي دعت هذا الشاب أنه يغير إلى يبتعد عن مجال الراب ويغير إلى مجال آخر هي الأغاني المعروفة. ابقوا ويانا لمزيد من التفاصيل، وراح نتعرف بضيفنا لهذا اليوم اللي هو أحمد. مرحبا أحمد. مرحبا، هلا فيك، شلونك حبيبي؟ الحمد لله. أحمد، أريد تحكي لي على مغامرتك، خلينا نسميها مغامرتك بالراب وغناء الراب، وشون دخلت لهذا المجال؟ دخلت بهذا المجال سنة 2014. أول ما دخلت كفنان شعبي، يعني أغني أغاني طرب وهالسوالف. بعدين انه شفت انه مجال الراب اقدر اقدمه بصوره مختلفه، اللي هو الغناء الار ام بي. غنيت الار ام بي على شكل قصص. يعني هاي الار ام بي انا ما اعرفها، والجمهور اكيد اغلب ما يعرف، لكن جمهوركم يعرفها. اي هو الجمهور يعرفها، هو الجمهور الراب تعرف انه مو بكثره، يعني جمهوره خاصين بي انه قليلين. فهذا الار ام بي انه هو كتابه راب، غناء سريع، بس شنو هو شكل غناء، يعني شكل غناء ار ام بي، شلون هو الرايت جور اللي هو الامريكي. خوش، فاحنا نغني بهذا الطريقه. والله شويه في مقطع صغير من عندك اللي هو من اوكي مثل ما نقول مسجون. مسجون مثل الطير المو قادر يتحرر، مسجون بين الناس اللي دايما تتكبر، مسجون مسجون مسجون. هاي قصة، يعني شلون أنا حولت من الغناء الطرب إلى هاي المواضيع، لأن أنا أكتب هاي القصص. ما دام أكتب هاي القصص إنه قلت أحولها بهاي الطريقة وغنيتها بهاي الطريقة. نجحت عندك مشيت؟ نجحت بهاي الطريقة، وهواي الجمهور تقبلها. ليش؟ لأن تحكي هواي مواضيع، كمو بس بداخلي، كبداخل هواي هواي يعني شباب. موضوعكم الغناء هو ستوري طلعها للجمهور على شكل أغنية. على شكل أغنية، بس يعني هي قصة حقيقية، إنما تحولها كتابياً إلى غناء آر إن بي مثل ما نقول إحنا. شنو اللي استهواك بهذا المجال تحديداً؟ مثلاً. يعني شلون دخلت هذا المجال؟ ليش حبيت؟ ليش ما غنيت؟ حبيت هذا المجال لأن هواي الناس تقبلته، أما بالطرب اللي غنيته أنا ذاك من ذاك اللي تقبلني، وخاصة هنا بمجتمعنا بكركوك. يعني مو بكركوك، هواي اشتغلت هذا الشيء من منظمات مجتمع مدني وغيرها وغيرها، ما استقبلوني بهذا الشيء نهائيا. بس شو أنا من قمت أغني بهذا النمط من بغداد صاروا يدعموني، حتى عندي هنا أنا بكركوك عندي ذاك من ذاك يعني يدعموني بهذا الشيء. نعم. شنو الأغاني اللي شاركت بيها ووصلت للجمهور؟ خلي نقول الأغاني اللي شاركت بيها، أنا أفكر أردنساك هي أغنية طربية، كانت أول أغنية اللي كانت تقريبا 2016، غنيتها ب 2016، وسلسلة مسجون اللي هي هسه حاليا ثلاث سلاسل. هي سلسلة مسجون شنو ممكن توضح لنا أكثر؟ سلسلة مسجون اللي هي همي أنا غناء آر إن بي. سلسلة مسجون أول واحدة تحكي عن حياتي، والثانية واحدة تحكي عن حياة صديقي همي أنا غنائية، والثالثة اللي هي تحكي على جدي الله. هاي السنة وسنة تلتجي يا ربي ننجمع بخير، هاي السنة يا ولج مستحيل تكون للغير، هاي السنة وسنة تلتجي يا ربي ننجمع بخير، هاي السنة يا ولج مستحيل تكون للغير. الصعوبة اللي ان انت ما تقدر تسوي فيديو كليب، يعني شركات انتاج ماكو لهذا الموضوع؟ شركات انتاج ماكو، شركات انتاج اذا يقول لك انا اذا اريد اسوي لك فيديو كليب لازم تنطي المبلغ اللي انت تقدر عليه، واذا ما عندك المبلغ ما مستحيل يسوي لك اياه. اي مستحيل. يعني ماكو احد تبناك على هذا الموضوع نهائيا داخل كركوك؟ داخل كركوك او خارجها؟ لا ماكو، للاسف لا. يعني انت تكافح بنفسك حتى توصل؟ اي جاي اكافح بنفسي انه احباني اوصل،
والحمد لله جاي شويه شويه يعني. سمعنا شيء من سلسله مسجون اللي هي تريد قصتك انت او قصه صديقك اللي هو لؤي الله يذكره بالخير. الله يذكره بالخير. جدك. غيابكم طول اعرف الامور خلصان كافي رجوع حتى لو هذا حد الانسان انا خسران اعز ناسي بهالمكان بيد الموت ذكرياتهم عندي تسوى كل هالكون جدي وحده كان يحبني هو بجنون تمنيت عمري بدل عمرك بيسد الكون ليش يا الموت قالوا عن اصحاب كانوا عزل احباب ناسين حتى الباب بلحظة كل شي غاب انا طول اليوم قبل ما اشوف النوم بطلع كل ذكراهم اول صورة من الالبوم كنت صغير واحلم بالمستقبل ايش راح كون وطيارتي من ورقي كانت فيها ومجنون وابعث فيها برسل بتوصله عندي الغيوم هسه حلمي الأماكن كلها مشتاقة لك والعيون اللي نرسم بيها خيالك والحنين اللي سراب روحي وجالك ما هو بس أنا حبيبي الأماكن كلها مشتاقة لك كل شي حولي يذكرني بشي حتى صوتي وضحكتي لك فيها شي لو تغيب الدين يا عمرك ما تغيب شوف حالي آه من تطري علي الأماكن كلها مشتاقة لك مشتاقة لك مسجون مثل الطير المو قادر يتحرر مسجون بين الناس اللي دايما تتكبر مسجون 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 أحمد الاسم الفني اللي اختاريته لنفسك وتطمح انه تغير او تنتشر بهذا المجال لو يعني تغير المجال حالك حال المطربين العراقيين الموجودين بما انه عندك خامة صوت جميلة الاسم الفني بالراب اللي هو راوساو انا قبل كان اسمي مستر اكس بس حولته سويته راوساو هذا الاسم الفني دائما اللي هو الراب دائما يحبون هاي الاسماء اللي تنذكر اما بخصوص التغيير انا كنت بالطرب فيعني ما مقرر هذا الشيء حاليا لان انا غيرت اجيت على الراب بعدين ما اقدر اغير هذا الشيء الا اتخذ قرار زين اكو مشاركه انت شاركتها باحد البرامج واحكي لنا عن هاي التجربه اذا انت فزت بهذا البرنامج يعني لو صار والتفاصيل انه انت راح تغير اكيد مجبر انا شاركت قبل شهر هيجي بعرب ايدل عراق ايدل اللي صار بمحافظه بغداد بالعاصمه بغداد قدمت كل اللي طلبوه من عندي شاركنا بالواتساب بيروت اللي هو البرنامج مالهم فاحنا شاركنا كامل قدمت المستمسكات قالوا لنا دزلنا فيديوهات بعد دزلنا المستمسكات مالتك الامور الاداريه وافقوا علي الحمد لله دزوا لي الكود رحت لبغداد شاركت ببغداد بس اول ما شاركنا انه يعني تقريبا 4000 صوت اكثر من 4000 صوت اللي كانوا موجودين هناك حاضرين فكنا مفكرين انه شلون راح نفوت شلون راح نقدم ليش لان كوما اصوات غنائيه موجوده كانت هناك فمن 7 الصبح تقريبا للأربع العصر يلا فتنا الباب الاول اي تقريبا بالسبعة 7:30 انا يلا طبيت للاداره على ما الانتظار كله برا هاي الانتظار كله برا اي هاي كلها معاناه
هو اللي يقول لك اللي يريد شيء يعوف شيء. نعم. فالحمد لله والشكر. فأول ما طبينا قدمت الأغاني اللي هي محمد عبدو غنيت حسين الغزال وبكتها. من قدمت الحمد لله والشكر كان عندي 3 نعم قبول. بس بعد ما طلعت انه كل شيء تغير، ما كنت متوقع انه راح يتغير هذا الشيء. شنو سبب التغير؟ شلون صار يعني مثلا؟ سبب تغيره هواي اصوات يعني ما يعني انتهت، يعني اصواتهم حلوه وقدموا وعدهم موافقين يعني قبول عليهم مثلي يعني. بس ثاني يوم تغيرت الاسماء تماما، اسماء المشاركين. يعني صار تلاعب برايك لو؟ وهالشيء اكيد لو صار اكو بيها واسطات لو شنو الموضوع يعني؟ انت كنت خضت هاي التجربه؟ اي هو هي مال شغله واسطات هاي منتهي منها ما دام بالعراق. يعني احنا ما نريد نطعن بالبرنامج لكن المعاناه اللي انت شفتها. لا لا اكيد انا اتمنى الموفقيه يعني للكل. انت املك انت وامل كثير من الشباب انه يفوزون وطموحهم انه يفوزون بهذا البرنامج. تمام اي هو اكيد احنا اني هسه اتمنى انه واحد من محافظتي مشارك، مو شرط الا اني. بس انه الشغله وما بيها انه اكو ناس ما طبت اصلا تجربه الاداء ووافقوا عليها. اسمه موجود. حب ريزاد بين حروف لكن لسه باين خوف، كل ما اصبر يوم وليله يبين هالورق الملفوف. كل الناس الحول تشوف عايش يومي بس مكتوف بين عادات وتقاليدهم اللي بسوا الظروف. لكن وين اللي غير المستقبل؟ وين قال كل شي هو راح ينحل؟ هسه انت حاليا موجود بكركوك، ايه راح تستمر انه تسوي حفلات بكركوك على الراب؟ عندك أكيد. جمهور اكيد اكو هيك فكره ان شاء الله. اكو هيك فكره وراح نسوي بعد ما تخلص هاي ان شاء الله مال كورونا تخلص تنتهي. راح نسوي تجمعات، راح نسوي انه توعيه للراب انه الراب شنو هو، اساسياته شنو هو، بدايته شنو هو، شي يطرح مواضيع. هو الراب ترى هي قصه انه انت تيجي تختصرها بالغناء، انت بالغناء الطرب اي بالغناء ما تقدر تختصر هذا الموضوع. اما بالراب السطر الطويل تقدر انه انت تحكي بيه، انه تقدر تحكي بيه معاناتك، تقدر تحط له وزن وقافيه. هو اصلا ما يحتاج له وزن وقافيه. خوش هيك راح يكون هذا اللي راح نحب نقدمه. انه ذكرت انه انت قدمت محمد عبده وحسين الغزال بال اي بالبرنامج. أي. نسمع حسين الغزال. حسين الغزال وي غريتي خلص الليل وانا ببابك امتاني، اي من الساعة انا وياك ما حد يعرف الثاني. اي وي غريتي خلص الليل وانا ببابك امتاني، من الساعة أنا وياك ما حد يعرف الثاني. إي ما مجبور أحب ملقاك وأخلص عمري ليش وياك، أقدر أني هم أنساك مو بس أنت تنساني. هل سنة محضر هدايا فقط بس لك تنشاف، خايف لا يحزنونك من الشمات انا خاف. هل سنة محضر هدايا فقط بس لك تنشاف. احمد شنو معاناتكم انتم كشباب اليوم؟ انت يعني عندك طموح وحلم انه تحاول تحقق هذا الحلم، لكن اكو عوائق امامك، مطبات، مشاكل مالية او غيرها وغيرها. احنا معاناتنا معاناة يعني بصراحة، انه كثير الشباب انه عندهم اصوات حلوة، اعرف حتى اللي ما شاركوا ببرامج وبس هو انه يعاني بسبب المادة. احنا نتمنى انه من وزارة الشباب انه تطلع على هاي الشباب اللي موجودة هسه حاليا اصواتهم حلوة، عندهم امكانيات، عندهم مقامات حلوة، عندهم اكو يعزف، اكو يعزف ويغني هم يعني. اكو ملحن ويغني، اكو يكتب وملحن ويغني، مواهب بس متعددة. مواهب متعدده، لكن اللي دا يصعدون ما عندهم اصوات نهائيا، انه بس الاصوات اللي تلقاها مضمومه يعني شلون مثل ما نقول ما حد ما يطلع عليها. يعني هسه انا مثلا من اريد اجي اروح على فلان مكان شعبي اريد اغني بيه راح يقول لي شنو اولياتك؟ يعني هاي اول شيء يقول لي، قبل يقول لي انت شو مقدم؟ اسمك ما اعرفك. السي في اي السي في مالتك باختصار يعني قبل يقول لي.
قبل من تقول يعني فنان يوتيوب وهذا يقول لك يا جهة دعمتك وما أعرف شنو، فهنا أنا راح أدخلك مواقف إنه أنت بعيد عنها. خوش. فإحنا نتمنى من وزارة الشباب إنه تطلع على الشباب، مو شرط الآني، أتمنى إنه جميع الشباب يعني. ليش؟ لأن أكو أصوات حلوة وأنا أعرف يعني حتى بداخل الشركات الأهلية. أثرت عليكم إنه تريد شركات أهلية الإنتاج؟ شركات أهلية إنتاج نعم أثرت إنه بسبب المادة. ليش؟ لأن إحنا شباب أكثريتنا لا عندنا إمكانية ولا شيء، كلها كسبة. بس شنو من تجي على أصواتهم؟ أصواتهم حلوة. لكن إذا أنت تجي تريد تساعد شاب، قل له تعال أنا أقدم لك وخليك بمكان إنه أنت تغني بي مطعم شعبي أو شيء، إنه أنت تغني بي، من خلال هذا نقدر إحنا نقدر نسدد، نقدر أي شيء. بس ماكو هذا الشيء إن شاء الله. كل نتمنى لك كل الموفقية. أحمد حميد الاسم العربي، خلينا نقول الاسم العربي. الاسم الإنجليزي راوساو. كل التوفيق لك أحمد. إلى هنا أعزائي المشاهدين نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من جولة مراسل. كل التوفيق لأحمد ولكل الشباب، وإن شاء الله يكون الفن في المستقبل فن جميل وراقي وأصيل بهذه الأفكار الجديدة التي تدخل على الفن. نسمع أغنية من أحمد أو مقطع. صح ما متت من فرقتك، هذا طلب لي يعني. زين، وإذا ما حافظها شلون؟ حتى لو مقطع. صح ما متيت من فرقتك، بس ناسي راحت بالي، يا كون يا ناسي وهلي، من تبعد اش يبقالي، هو انت وياي ورحس كلش مكانك خالي، كلش مكانك خالي خالي.